السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع امتحان المعهد المحلي النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائي الدورة الأولى دورة يناير، دونك هذا نموذج تابع للإطار المرجعي، يعني نفس الأسئلة تتكرر دائما، لاحظوا نفس الأسئلة بتتغير الطريقة فقط. دونك أتمم ما يلي: يتكون الهواء من عدة غازات. نحن حافظ الملخص كيقول لكم بأن الهواء في عدة غازات، حيث يشكل شكون هو 78%؟ هو ثنائي الأزوت، ثنائي الأزوت هو اللي كتير 78%، 21% لثنائي الأكسجين، وغازات أخرى 1%. أجب بالصحيح أو خطأ. دونك الهواء ضروري في عملية الاحتراق، من طبيعة الحال لما كاش الهواء اللي فيه الاكسجين ما يكتمش الاحتراق، ما تشعلش العافيه خلال التحول، بحال شي شمعه كنسدو عليها في كاس ما كتبقاش شاعله لان ما بقاش الهواء الاكسجين. خلال التحول الفيزيائي تتغير الماده من حيث تركيبها. لا خطا، في التحول الفيزيائي كيتغير الشكل فقط، اذا خطا. التحول الكيميائي، لان التحول الفيزيائي يعني كيتغير الشكل، بحال شي حديده ضربناها مطرقه مثلا، دونك هنا عوجت، اذا تغير الفيزياء ديالها. التحول الكيميائي هذا اللي كيتحولوا فيه المواد، تظهر خواص جديده، صحيح تظهر خواص نواتج جديده. الحساسيه الشعوريه هي الشعور باحساسات متعدده ومختلفه، صحيح الحساسيه الشعوريه هي الشعور باحساسات متعدده ومختلفه. ثلاثة، أذكر نوع التغير، واش كيميائي أو فيزيائي؟ في كل حالة دونك انصهار الجليد، إلى الثلج مثلا، الجليد الثلج ذاب، دونك هذا فيزيائي تغير الشكل كما قلنا قبيلة. صدى الحديد، دونك الصدى كيتكون بالتحولات كيميائية، كيتخلط الماء مثلا مع ذاك الحديد مع الأكسجين، دونك هذا كيميائي. ديما لا ظهرت شي نتيجة جديدة بحال الصدى ما كانش فوق الحديد، ولا داك الشي قهوي صدى فوق الحديد، هذا كيميائي. أما لما ظهرت حتى شي حاجة جديدة هذا فيزيائي، بحال شي حديدة عوجناها مثلا. تسوس الأسنان كيميائي، لأنك كتظهر بقع جديدة، دونك كيميائي. قلنا فين ما ظهر شي حاجة جديدة راه كيميائي. احتراق الخشب، من طبيعة الحال كيغبر الخشب وكيولي فحم، إذا هذا كيميائي. أتمم بكتابة أسماء مكونات الجهاز العصبي للإنسان، دونك هذا كامل، هذا اش كيتسمى كامل؟ كيتسمى دماغ، دونك هاد المنطقة الفوقانية هذا مخ، واللي تحت منه مخيخ، وهذه هاد البارتي التحتانية كتسمى بصلة سيسائية، وتشير عندكم في الملخص بصلة سيسائية. هنا أكتب اسم التحركية أمام كل جملة مما يلي: يريد عمر حمل قلم ليكتب فيحمله بيده. دونك هذه يريد، هو اللي بغى يحمل القلم وهزو باليد ديالو، دونك هذه التحركية الإرادية، التحركية الإرادية، حنا اللي بغينا نديرو هذيك الحركة إرادية نريد. حرك سعيد رجله بسرعة بعدما وخزه أخوه بإبرة وهو نائم، دونك هذا هو ما كانش يبغي يحرك رجله، ولكن ملي قاس هو بالإبرة وخزه بالإبرة جر رجله بلا ما يشعر، إذا هذه التحركية لا إرادية، لا إرادية، حنا ماشي بغينا نديروها، ولكن ديك الصدمة ديال الإبرة هي اللي خلاتنا نجرو يدينا، بحال كتحركك شي شمعة شي بولا شي ضو كيضربك، هذا لا إرادية. أما بغيتي تاكل بغيتي تغسل، هذا حالة تحركات إرادية أنت اللي بغيتي ديرها. أتمم الخطط التالية للتحركية التي قام بها السعيد وهو نائم بعدما وخزه أخوه، دونك كيفاش كتم هذيك الحركة ديال ملي كدقو أنت توخزو بهذيك الإبرة وكيجر رجلو؟ دونك مهيج، يعني الإبرة هي المهيج، أش هيجات؟ هيجات لنا الجلد، إذا هو استقبل الإهاجة. ينقل السيالة الحسية، شكون هو؟ هو العصب الحسي، عصب حسي، لأن سيالة حسية غيديها عصب حسي، كون كانت سيالة حركية غيديها عصب حركي. هنا مركز
عصبي شكون هو؟ دونك هذاك العصب الحسي كيدي ديك السياله كيديها فين؟ النخاع الشوكي. النخاع الشوكي. بنطوروا هذاك النخاع الشوكي كيرجع سياله حركيه. اذا شكون اللي غينقلها؟ عصب حركي. ومن طبيعه الحال المستجيب الحركي اللي غادي يستقبلها هو الرجل، باش غادي تجر تقلص العضله ديالها وتجر. سبعه، صنف ما يلي حسب الجدول. دونك هنا اختار على الجهاز العصبي امراض سوء التغذيه. دونك الضجيج المتواصل هذا على الجهاز العصبي اللي كيعيش في بلاصه فيها ضجيج متواصل كيولي تعصب بزاف. المتواصل يعني كيأثر لي على الجهاز العصبي ديالو. التدخين نفس الشيء الجهاز العصبي. السكري هذا أمراض سوء التغذية. قلة النوم على الجهاز العصبي. الأنيميا يعني فقر الدم، إذا سوء التغذية، قلة الحديد. والسمنة من طبيعة الحال كتكون دهون كثيرة، يعني الواحد ما تيتحركش بزاف ما تيحرقش، هذوك الدهون كيتراكمو كتولي شحمة في الجسد ديالو كتولي سمنة، يعني خص الرياضة والتحرك والعمل. هنا وي تغوغارد لي زيماجي بريسيز لو تيب كوريسبون ا شاك ميليو انفيرونمونتال اون اتيليزون لي مو سويفون. دونك هذا واش مليون ماغا فوريسيي صحاريا، يعني واش بحري غابوي صحراوي. من طبيعه الحال هذا الصحراء لان الرمله لاحظوا داك الشيء، دونك هذا نكتبوا عليه ميليو صحاريا، ميليو صحاريا. هذا في شجر وداك الشيء، اذا غابه ميليو فورستي جاي من لا فوغي يعني الغابة، وهذا من طبيعة الحال ميليو ميليو ماغا بحر، ماغا هو البحر. هنا تسعود تميم ملأ الخطاط التالية لسلسلة غذائية من اختيارك. دونك سلسلة غذائية من طبيعة الحال منتج مستهلك من الدرجة الأولى، مستهلك من الدرجة الثانية، مستهلك من الدرجة الثالثة. دونك المنتج غالبا ديما نديرو النبات. نبات مستهلك من الدرجة الأولى، دونك هاد النبات مثلا كياكلو فأر ولا جرادة. الفأر شكون اللي كياكلو؟ مثلا تعبان، والتعبان كياكلو النسر، وهكذا سلسلة غذائية. جيد، دونك هنا نتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساوش لايك اشتراك. هنا كملنا الامتحان الموحد المحلي على صعيد المؤسسة اللي في النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائي الدورة الأولى دورة يناير 2024. شكرا، إلى اللقاء.